كل شويه تطلنا وتسال على امك. ما قلنا لك انا من ساعه ما سكنت هنا وامك مش فتحتش الا مره واحده بس، وبعد كده ما بتجيش. عايزه ايه؟ هي ليه ما بتسالش عليا زي ما انا بسال عليها؟ وانا اعرف منين تسال ولا ما تسالش؟ ما يمكن سافرت ولا باتت ولا حصل لها اي حاجه. اتكلي على الله ست، انت ما تجيش هنا تاني. يلا مع السلامه. الو، انا لقيت التليفون ده. سنية، بنت يا سنية، ايه ده؟ واحد بيقول ان لقى تليفونك. الو، انا صاحبة التليفون. وانا اللي لقيته. على فكره انا قعدت اقلب في التليفون ما لقيتش عليه غير نمره واحده. وانت ما تعرفيش حد غير مروه ولا ايه؟ يا عم انت ليك حسنتك وبس. انت تتحقق معايا، انت لقيته عند بتاع الشاورما الحرامي ولا لقيته فين؟ لا انا لقيته في الشارع. وبعدين انت مش قلتي ان انا ليا حسنتي؟ خلاص شوفي بقى هتاخدي التليفون ازاي. هو انت ساكنه فين؟ لا ما تتعبش نفسك، خليك مكانك وانا هجي. ويا عم ما تقلقش، حسنتك محفوظ. خلاص نتقابل النهارده الساعه 4 وهبعت لك العنوان في رساله. سلام. سلام. يا بنت الاحسن يكون كمين عامله لك صاحب محل الشاورما. طب خليه كده يطلع هو وانا اوريها اعمل فيه ايه. واديني لاكون واخده تليفوني وتليفون.